طيب خلينا ننتقل الى النادي الاهلي، وان شاء الله عندنا بعض الحالات في مباراه الارجنتين وفرنسا ناخدها مع حالات النادي الاهلي ومن وجهه نظركم في مباراته بكره مع فاركو. لكن قبل بس ما اتكلم عايز اسالكم برضو عن رايكم في مشاركه النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. طبعا مبروك للنادي الاهلي المشاركه في كاس العالم للانديه، دي المره الثالثه على التوالي. يمكن كنت انا حابب ارد برضو على بعض الكلام اللي اتقال بالنسبه لرئيس الرجاء المغربي اللي هو قال ان الجواب الرسمي ما شافوش او كده. طبعا كامل الاحترام للرجاء المغربي وجمهور الرجاء، الناس كلها فوق دماغنا يعني، ولكن لازم نقول برضو ان ده حق النادي الاهلي زي ما هم حقهم برضو يدافعوا على النادي الرجاء، احنا برضو بندافع على النادي الاهلي. النادي الاهلي خليني اقول لحضرتك ان اللائحه بتاعت كاس العالم للانديه المادة 2 الفقرة 4 من لائحة كأس العالم للأندية بتقول إن القرارات اللي تتخذها اللجنة المنظمة للفيفا، معانا الصورة، القرارات دي بتبقى قرارات نهائية وملزمة. أهي دي رقم 4، البند رقم 4 بيقول إن القرارات التي تتخذها اللجنة المنظمة للفيفا أو مكتبها قرارات نهائية وملزمة غير قابلة للاستئناف. يعني كل الكلام اللي بيتقال في الإعلام ده ملوش أي لازمة. خلاص يا جماعة النادي الأهلي مشارك رسمياً، هات الجواب بقى الرسمي كمان. الجواب وصل للنادي الاهلي، النادي الاهلي مشارك في كاس العالم للانديه بصفه رسميه خلاص. يمكن برضو بعض المعلومات اللي احنا ممكن نصححها ان نادي الوداد دلوقتي او المغرب هي المستضيفه كاس العالم للانديه، فنادي الوداد هو بيعتبر المستضيف والنادي الاهلي ليه راح عشان هو وصيف افريقيا. تمام، وادي الجواب قدامنا على الشاشه، عشان كده النادي الاهلي خلاص رسميا في بيشارك في كاس العالم للانديه. والكلام ده حصل في بطولتين 2007 في اليابان مع نادي اصفهان الايراني وصيف اسيا وشارك ساعتها، ليه؟ عشان البطوله كانت في اليابان والبطل ياباني. نعم. فخدوا وصيف اسيا. 2008 برضو كانت في اليابان وكان البطل ياباني برضو وهو المستضيف، وبعد كده اخدوا مين؟ اخدوا الفريق اللي هو يونايتد الاسترالي وصيف اسيا. فنفس الكلام ده بيحصل مع النادي الاهلي السنه دي. بالنسبه للموضوع اللي اتكلم فيه برضو بان هو فرقتين برازيليين في مونديال 2000، فالفرقتين البرازيليين دول هم شاركوا ليه ساعتها؟ فريق كورينسيانز البرازيلي كان بطل الدوري البرازيلي، وبطل الدوري البرازيلي اللي هو ممثل الدوله المستضيفه اللي هي البرازيل سنه 2000. اما نادي فاسكو دي جاما البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، فهو عشان كده البطوله دي كان فيها شارك فيها برضو ايه فرقتين من البرازيل. فدي حاجه مهمه. نادي الرجاء المغربي حاليا ليس له الحق اصلا في المطالبه في المشاركه في كاس العالم للانديه، لا هو بطل الدوري المغربي، لان بطل الدوري المغربي هو الوداد المغربي اللي هو بطل الدوله المستضيفه، فعشان كده الوداد مشارك ببطل الدوله المستضيفه. تاني حاجه الرجاء، لا هو شارك في نهائي افريقيا ولا هو وصيف لعب نهائي ولا اخذ دوري ابطال افريقيا، فاذا ليس له الحق. وبرده نرجع وناكد تاني ان الماده 2 في الفقره 4 من لائحه كاس العالم للانديه خلاص قالت ان القرارات التي تتخذها اللجنه المنظمه هي قرارات نهائيه وملزمه وغير قابله للاستئناف. فياريت اي حد بقى خلاص نتمنى ان احنا يعني خلاص يعني زي ما الناس بتعرض في الاعلام بيعرضوا اللي بيدوا مساحات في المغرب للانديه في المغرب، ان المفروض ان احنا دلوقتي النادي الاهلي داخل حاجه وطنيه بيشارك في كاس العالم للانديه، نتمنى ان هم يعرضوا بقى الماده دي خلاص، ان اللائحه دي يا جماعه قرارات نهائيه وملزمه وغير قابله للاستئناف. يعني الفيفا خلاص اكد مشاركه النادي الاهلي، فيعني فتح الموضوع ده ليس له اساس من الصحه تماما. كريم، طبعا رئيس النادي الرجاء اكيد هو بيحاول يحفظ ما وجهه قدام جمهوره، واللي اعتقد كمان نسبه كبيره اكيد من جمهور الرجاء منتشر على السوشيال ميديا ويقدر يتابع اللوائح بدون يعني الراجل نفسه حتى ما يعرفش ان الجواب يعني وصل للنادي الاهلي. وبرده حابب ارد على ناس كتيره برده كانت بتقول هو ازاي يا جماعه الفيفا بيخاطب الانديه، يا ريت نجيب صوره الجواب عشان برده الناس تفهم طبيعه المراسلات عامله ازاي، لان واضح الناس برضو في الامور الاداريه مش فاهمه كويس. تعالوا كده هاتوا الجواب يا جماعه تاني على الشاشه عشان نشوف حته مهمه جدا الفيفا كاتبها في الجواب، لان طبعا الجواب بالطبع لازم يتم توجيهه للنادي الاهلي. سيبنا بقى من الجواب خلاص، نبص تحت خالص، ننزل تحت كده تحت الامضاء هنلاقي مكتوب نسخه الى الجامعه الملكيه المغربيه، الاتحاد المصري لكره القدم، الاتحاد الافريقي لكره القدم. بالظبط كده يا جماعه زي الناس بتبعت ايميل بيحطوا الناس في السي سي، هم الناس كلها محطوطه في السي سي في الجواب ده، لكن طبعا لازم يتم توجيه الجواب للنادي، اكيد مش هيوجه الجواب لرئيس الاتحاد المصري مثلا لكره القدم، هو ماله اصلا؟ هو بس يعلمه ان في نادي من عنده
هيشارك في المونديال، وبالتالي الجواب رسمي عشان الناس عماله تقول ايه اصل فين الختم، هو اصل ده هو الفيفا بيتكلموا عربي. يا جماعه بجد والله احنا واصلين لمرحله صعبه جدا. فطبعا الحته دي مقفوله. رئيس نادي الرجاء قعد يقول اصل يوم الثلاث ومش عارف يوم الثلاث ويوم الاربع يا جماعه الموضوع منتهي خلاص. النادي الاهلي هو اللي هيلعب بما يشبه نادي الدوله المضيفه، ليه؟ لان احنا هنلعب من الدور التمهيدي اللي هو اصلا بطل افريقيا ما بيلعبش، لان بصراحه بكل امانه من العدل برضو نادي الوداد بصفته ان هو بطل افريقيا كابتن اسلام لازم اكيد ياخد الامتيازات. صحيح. ما ينفعش بصراحه نقول له ابدا انت من الاول، ده العدل بصراحه. النادي الاهلي طبعا الحمد لله، واعتقد ده في جزء من العدل، يعني جزء من العدل لحاجات كتيره حصل والحمد لله خلاص ده نصيبنا، فاحنا نبدا من الدور الاول. وتم تحديد فعلا المباراه الاولى رسميا قدام أوكلاند سيتي يوم 1 فبراير الساعة 7 بتوقيت مصر. ده ميعاد رسمي، موضوع منتهي، مش محتاجين عايزين نتكلم في الاستعدادات، عايزين نتكلم في ازاي النهارده فعلا. انا اتمنى على المستوى الشخصي ان احنا نحط خطه ان النادي الاهلي كنادي يحقق الانجاز اللي عمله المنتخب المغربي كمنتخب كاس العالم. احنا عايزين نخرج من بوتقه التمثيل المشرف، ومحتاجين نشتغل للنقطه دي ونبعد بقى مش كل حاجه نديها مساحه زياده على اللزوم، خلاص الموضوع منتهي. وطبعا تبقى علاقتنا ممتازه جدا بنادي الرجاء، نادي محترم، نادي الوداد نادي محترم، ونتمنى طبعا ان هم يستضيفونا بشكل كويس زي ما احنا بنعمل معاهم في كل المناسبات اللي بتجمعنا بيهم في مصر يعني.